السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من حي القصبة العتيق إلى كل من يهمهم الأمر في هذه المملكة المغربية الخالدة، إلى روح المواطنين، إلى المواطنين الذين لا يهمهم أموال الجماعات أو أموال الشعب، إلى الأحرار من المغاربة. معنا من ساكنة القصبة بالمحمدية أمير المال بن الطالب محمد ملقب بحنطال. واش الحاج نتوما ما شاركتوش في هذا المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المهرجان حنا تأسينا منه تم الإعفاء ديالنا لحاجة في نفس يعقوب، لكن هذا الإعفاء لا يزيدنا إلا صمودا وثبات وعزيمة قوية، لأن لنا قاعدة، وقاعدتنا هي المنخرطون، أن منخرطين ومن اللي كيشجعونا؟ شحال عندكم ديال المخاطرين؟ دابا وصلنا ل 300 منخرط، تقدر في أسبوعين أن ما يزيد على 300 منخرط. أنا ما كيهمنا لا الجماعة لا الأموال ديالها، ما كيهمناش شي واحد، ما لما كيسجل علينا شي واحد ما كاينش اللي يسجل علينا. الناس مشاو عصاو الجمعيات ديال المجتمع المدني، عصاوهم ديال الأسماء، ومشاو عند الجمعيات اللي ما لا بالمجتمع المدني ولا هم يحتاجون. تنسمعوا بأن جمعية بناء الجسم هي اللي تبنت هذا المشروع ديال الطبقة؟ لا تكون جمعية بناء الجسم أو غيرها، أو جماعة فيسبوكية أو شخص، هادشي ما كيهمناش. اللي كيهمنا هو العمل. حنا في ممشينا كيرعونا في الزيارات الملكية، حنا الأولين، جمعية ساكنة الأصبع هي الأولى في الزيارات الملكية، هي الأولى في أي حاجة، هي الأولى مع المواطن ومع المسؤولين. حنا ما كنحبوش نمشي واحد حارة حلوة حلوة، هادشي اللي كاين. أما باش الإعفاء ديالنا لا يزيدنا إلا ثبات وعزيمة وأمة، ونحن الآن بسبب الاحتفال بذكرى 20 أوس ذكرى ثورة الملك والشاب، الذكرى غالية على جميع المغاربة، لأنه كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من أبى لحمه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. أمثلة ما يتليها بعد ذكرى غالية على كل المغاربة، ألا وهي ذكرى ديال العيد الشباب اللي صار يوم 21 أوس، الجمعية نحتفل بها، تبعي المغاربة تهنئ بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونقول له بالحق: يا مولاي هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للحاج. شكرا للحاج.